الاحتجاجات قاسما مشتركا بين عدد من المدن والولايات الأمريكية منذ أعلنت نتائج الانتخابات الرئاسية في البلاد. المشاركون في الاحتجاجات التي بدأت عفوية يسعون لتحويلها إلى حركة شعبية منظمة، مع إعلان الآلاف أنهم سيشاركون في التظاهرة الكبرى يوم تسلم ترامب السلطة من باراك أوباما في 20 من كانون 2 يناير المقبل. الاحتجاجات التي شملت عشرات المدن تحولت إلى مواجهات مع الشرطة في بيركلي بكاليفورنيا، فيما أصيب متظاهر بالرصاص في بورتلاند بولاية أوريغون وفق شرطة الولاية. رقعة التظاهرات تتسع وتتنوع خلفيات المشاركين فيها لتشمل شرائح عدة من المجتمع الأمريكي لم تنتخب ترامب ولم ترى في وعوده ما يحقق أملها. هؤلاء لا يهتمون بالفقراء ولا بالمشردين والمرضى، يريدون إلغاء أوباما كير من دون تقديم بديل لنا. دونالد ترامب يقول إن المكسيكيين مغتصبون. أنا لست مغتصبا، ولا أبي ولا أمي، هذا غير مقبول. أما النساء فهن أكثر الغاضبات، وقد أطلقت مجموعات كبيرة تمثلهن دعوات للمشاركة في تظاهرة ضخمة يوم تنصيب ترامب رئيسا. هذا الرجل لا أعترف به رئيسا، لن يكون رئيسي ولن يجردني من حقوقي. المتظاهرون يصلون النهار بالليل في الشوارع، وترامب الذي كان قد قال إن هناك من يحرضهم أشاد أخيرا بحماستهم من أجل أمريكا، موضحا أنه مستعد لملاقاتهم والاستماع إليهم.